بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التايب تول وشرحنا بالتفصيل هي بتعمل ايه، فقلنا ان احنا في الفيديو ده هنعمل براكتس بسيط خالص بالتولز اللي احنا اتعلمناها في الفوتوشوب. الهدف من الفيديو ده ان انا اعمل فلاير بسيط زي اللي انا شايفاه قدامي ده انا اوريدي عملته ووريتكم النتيجه النهائيه. هبدا معاكم نبدا نعمله بالتفصيل خطوه خطوه ونفهم ايه التولز اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه هعملها من قائمه فايل افتح حاجه جديده ابدا اشتغل فيها، اعمل نيو. بانه فلاير فانا في الاغلب هختار ان هو يبقى E4 والباك جراوند بتاعته لونها ابيض، وهعمل اوكي. فتح لي السكرين اللي انا هبدا اشتغل فيها. اول حاجه نقصان، اول حاجه هحتاجها ان انا عايزه اخلي الباك جراوند بتاعتي اللي هي اللون الاصفر ده. انا اللون الاصفر ده انا شفته مثلا في الصوره دي وانا عايزه الباك جراوند بتاعتي تبقى نفس درجه اللون الاصفر ده، اعمل كده ازاي؟ وانا واقفه على الباك جراوند بتاعتي البيضه دبل كليك عشان يفتح لي اللاير دي وابدا اديها لون. طبعا اللاير ستايل دي احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده، فمؤقتا نعرف ازاي نغير الكالور دلوقتي وبعد كده بالتفصيل هنتكلم عنها. من هنا هختار الكالر اوفرلاي، من هنا اخد والدروب تول اللي هي دي بتاعت الكالر، الكالر بيكر دي، هقول له انا عايزه اللون الاصفر ده. اوكي الباك جراوند بتاعتي بقت صفر. الصوره دي انا ما كنتش عايزه منها حاجه تانية فهقفلها عشان ما يبقاش عندي الدنيا زحمه. بعد كده اللي انا هحتاجه ان انا هحتاج الصوره بتاعت المينيونز دول اقصها بحيث توصل للشكل ده. الصوره بتاعتي اللي هي دي بعد ما انا قصتها، ثانية واحدة، الصورة بتاعتي اللي هي دي هبدأ اقصها. عندنا تولز كتيرة جدا نقدر نستخدمها في موضوع القص ده، كل واحد يستخدم التول اللي تريحه. بس اول حاجة هعملها ان انا لو جيت جربت اعمل سيليكشن كده واعمل ديليت، اقول له انا عايز اعمل لها ديليت، مش هيرضى. ليه مش هيرضى؟ لان انا اللير عندي، ثانية واحدة، هاجي اعمل ديليت هتلاقيني ما بعملش ديليت، هعمل ديليت هتلاقيني مش بيعمل ديليت، بعمل انتر اهو لا عشان اللاير مقفول. لو انا جيت دبل كليك اللاير بقت مفتوحة وعملت كده وعملت ديليت الباك جراوند اتشالت. ليه انا استخدمت الماجيك تول؟ عشان الباك جراوند بتاعتي كان كلها لون واحد، فاسهل حاجه عندي ان انا استخدمها اللي هي الماجيك تول. بس طبعا كل واحد يقدر يعمل اللي هو عايزه. كنترول دي عشان اشيل السليكشن. بعد كده هبدا ازوم عشان لو في حاجات عايزه تتقص لسه. هلاحظ مثلا ان هنا لسه في حاجات عندي ما اتشالتش. انا شخصيا هستخدم برضو الماجيك تول وابدا اشيل الحاجات الصغيره دي. ممكن كل واحد يستخدم الطريقه اللي تريحه، وهنا برضو كذلك. لا ابدا انضف الصوره بتاعتي. بعد ما بخلص ده بقوم بالموف تول، ثانيه واحده كده هصورها بالموف تول، واقوم شداها حطها على الباك جراوند بتاعتي بالشكل ده. وانا ماسكه الشيفت ابدا اكبر او اصغر زي ما انا عايزه. ارجع تاني اقول الشكل اللي احنا عايزين نوصل له هو ده كده. يبقى انا ناقصني حاجتين، ناقصني الدايره اللي وراهم وناقصني الكلام اللي مكتوب تحت. الدايره اللي وراهم دي انا ممكن اعملها ازاي؟ اول حاجه هنا بما ان دي الصوره، او انا قلت قبل كده ان كل حاجه يا ريت ان الشغل يكون منظم، يعني كل حاجه تتحط في فولدر. يعني مثلا ممكن نسمي الفولدر ده منيو او اوبجكت او اي حاجه بحيث اعرف اوصل له لو انا جيت اعدل فيه بعد كده او حد جاي يشتغل ورايا في الفايل. بعد كده الفايل التاني اللي هكتب فيه مثلا اللي هعمل فيه الداير، فلنفرض هسميه بيجي، واجي ارسم من هنا اخترت الدايرة وانا دايسه الشيفت عشان يبقى يعمل لي دايرة. حاجتين، اول حاجة هنلاحظ ان لون الدايرة لون بني وانا عايزاها لونها ابيض. هغيرها منين؟ هغيرها من هنا. قال له لا انا عايزاها لونها ابيض.
تاني حاجة هلاحظ ان الدايرة غطت على المنيو ده. ليه؟ عشان في اللايرز هنا الترتيب بتاعهم مهم. هنا في الترتيب طبعا انا حاطه ان البي جي الباك جراوند تبقى فوق المنيو. كل اللي انا هعمله ان انا هشد الفولدر ده واقول له لا انت خليك تحت بالشكل ده. كده بقى المنيو هو اللي فوق والباك جراوند تحت. كده ناقصني حاجة واحدة، ان انا وبعد ما بخلص بقى في الفولدرز بتوعي عشان تبقى الدنيا منظمة قدامي. اخر حاجة هو الفولدر بتاع الكتابة، هسميه التكست وابدأ اكتب، اختار التايب تول او من الكيبورد اختار حرف التي. انا هحط نقطة وابدأ اكتب we are funny. انا شخصيا بحبهم جدا، وكل واحد ممكن يكتب اللي هو عايزه او يعمل اي فلاير باي تصميم تاني زي ما هو عايز، ويغير الفونت اللي انا كاتبه دي ده. كل واحد يقدر يظبطه بالطريقه اللي هو يشوفها احلى، لان الديزاين في الاول والاخر هو وجهات نظر. انا فلنفرض خلاص انا عاجبني الشكل ده، خلاص في حد تاني عايز يغير اللون، هو عامل سيلكت على الكتابه، هياخد اللون ده او ده او ده. ابدا بالكالر بيكر، ابدا اختار درجه اللون اللي انا عايزاه. ممكن حد يخليها كده، كل واحد زي ما هو عايز. ده كان تمرين بسيط جدا استخدمنا فيه التايب تول والكروب والسيلكت والسيركل اللي هو الشيب يعني، واللايرز بقى اللي اتعاملنا معاها اكتر. واستخدمنا حاجه كمان جديده اللي هي اللاير ستايل، اللي احنا منها ادينا الباك جراوند اللون الاصفر ده. لو في استفسار سيبوا لي تحت الفيديو وهرد عليه، واحب اشوف الحاجات اللي انتوا عملتوها. لو كده سيبوها لي في كومنت وانا هشوفها وارد عليها، او ابعتوها على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك او على تويتر. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.